حكايات من ورا الأبواب، ورا كل باب قصة وحكاية. وحكايتنا النهاردة تبدأ من صحراء المماليك، حيث تمتلئ منطقة آثار صحراء المماليك بالكنوز الأثرية والتاريخية، والتي تمثل حقبا تاريخية مختلفة مرت بها مصر. ونبدأ بقبة أفندينا، والتي أمرت ببنائها أمين هانم إلهامي عام 1311 هجرية الموافق 1870 ميلادية. هنا دفنت أجساد حكمت مصر عشرات السنين، وكما عاشوا في حياتهم في قصور فاخرة، كان يجب أن توضع أجسادهم في مكان فاخر بعد موتهم. وأفندينا هو الخديوي محمد توفيق، والقبة مبنية على الطراز المملوكي ومحمولة على أربعة أعمدة، وتحيط بها أربع قباب صغيرة، حيث يوجد أسفلها ضريح بامبكابن إحدى زوجات محمد علي. النهارده احنا موجودين بمنطقه صحراء المماليك في اثر من الاثار الهامه جدا بالمنطقه، يرجع لعصر الاسره العلويه او الاسر الاسره المالكه التي انشاها محمد علي باشا سنه 1805، وانتهت الملكيه في مصر سنه 1952. هذا الاثر يسمى قبه افندينا، او مدفن الوالده باشا، او مدفن العفيفي، او مدفن امينه هانم الهامي. كل هذه مسميات لهذا الأثر، أثر قبة أفندينا. هذا الأثر أنشئ سنة 1892 إثر وفاة الخديوي توفيق، وأنشأه ابنه الخديوي عباس حلمي الثاني بتوصية من أمه أمينة هانم الهامي، وأنشئ من أجل الخديوي توفيق نفسه. هذا الخديوي الذي يعتبر سادس حكام الأسرة العلوية هو ابن خديوي إسماعيل باشا وابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا. الخديوي توفيق تولى حكم مصر سنة 1879 إثر عزل والده الخديوي إسماعيل، وظل يحكم حتى وفاته سنة 1892. المبنى أنشأه خديوي عباس حلمي الثاني، وهو الابن الأكبر للخديوي توفيق، الذي كان له هو ابن من خمس أخوات، له ثلاث إخوات بنات، الأميرة خديجة والأميرة نعمة الله والأميرة نزلة، وله الأخ الأصغر الأمير محمد علي باشا الصغير صاحب قصر محمد علي. وطبقاً للمتخصصين في التاريخ والآثار الإسلامية، تعد قبة وضريح أفندينا من أكبر مثيلاتها في العالم بعد تاج محل، ومنها كتاب عمارة الأضرحة، وجاء فيه أنه وإن كان تاج محل بالهند من أشهر المقابر في التاريخ، فإن حوش أفندينا مقبرة الخديوي توفيق
يعد من ناحية الطراز المعماري الأصيل الجميل ثاني مقبرة على مستوى العالم. مقابر العائلة الملكية أو مقابر الخاصة الملكية أو مقابر أسرة محمد علي باشا أو مدافن أفندينا أو قبة أفندينا أو ضريح الخديوي توفيق بمقابر المجاورين بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة هي مجموعة مدافن تعود للأسرة الملكية العلوية. القبة تتبع الطراز المملوكي المستحدث، حيث أنه في القرن التاسع عشر نشأ طراز أوروبي ساد في جميع العمائر الموجودة في هذا العصر، وهو الطراز الأوروبي في قصور الأمراء والبشوات. فعندما قامت لجنة حفظ الآثار العربية في عهد القديوي عباس حلمي الثاني أثرت أن تعود مرة أخرى إلى الفن العربي الإسلامي، فعادت إلى الفن المملوكي، فأنشأت هذه القبة على الطراز المملوكي المستحدث كي تضاهي العمائر المملوكية الموجودة في هذه المنطقة صحراء المماليك. فأوصى عباس حلمي الثاني المهندس مهندس القصور الملكية فابريكوس بأن يكون الطراز المعماري على طراز العمائر المملوكية الموجودة هنا وعلى طراز القباب المستقلة قباب الدفن. لها باب من الجهة الشمالية من الحديد يؤدي إلى حديقة كبيرة وبعض الحجرات لإقامة الزوار والحرس. إن القبة بنيت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وتم ترميمها عام 2008 على نفقة سمو الأمير السابق عباس حلمي الثالث، والذي أقام داخل القبة ضريحاً له بحيث يدفن فيه بعد موته بجوار أجداده من أسرة محمد علي. القبة تتبع الطراز المملوكي باستثناء الواجهة الخارجية، حيث أن المدفن له واجهتين، والواجهة الخارجية الأولى تطل على شارع العفيفي أو شارع الخاصة الملكية،
والواجهة الأخرى هي الواجهة المطلة على المدفن من الداخل، وهي ذات تأثير أوروبي تتبع فيه الطراز الأوروبي السائد في عصر النهضة، وهو طراز فن الباروك، حيث أن البوابة حجرية يتوسطها بوابة من المعدن أكبرها أوسطها، ويحيط بها سور من دعامات حجرية مغطاة ببلاطات من الرخام تتبع فيها التأثير الأوروبي فن الباروك، وهو يتميز بالزخارف النباتية المحورة المكونة من أشجار وأوراق وثمار محورة عن الطبيعة. على جانبي المدخل الرئيسي توجد فتحات سطحية رأسية مستطيلة، فتح في أسفلها شبابيك مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية، وأغلق عليها من الداخل ضلفتي باب من الخشب. هذه الشبابيك يعلوها من أعلى قنديلية بسيطة عبارة عن نافذتين معقودتين بعقود على شكل حدوة الفرس يعلوها قمرية، ثم يعلو هذه القنديليات بحور مستطيلة من الكتابات العربية تحمل آيات قرآنية تمثل سورة صاد وسورة فصلت وسورة وآية الكرسي وسورة الرحمن. تتشابه الواجهات الخارجية للقبة جملة وتفصيلا في جميع زخارفها وجميع أشكالها الزخرفية، سواء كانت الشمالية الغربية فهي تتشابه تماما مع الواجهة الجنوبية الشرقية، وكذلك واجهة المدخل باستثناء المدخل الرئيسي تتشابه تماما مع الواجهة الجنوبية الغربية. إن القبة لها أهمية تاريخية كبيرة، حيث إنها شاهدة على جزء مهم من تاريخ مصر، كما أنها تمتلئ من الداخل بالزخارف الفنية الجميلة جدا، ولا تشهد أي زيارات إلا من الباقين من العائلة المالكة، خاصة الأمير عباس حلمي. ولكن يبقى هنا وراء الأبواب حكايات وقصص نتعرف عليها في الحلقة القادمة، لنرى ما تحويه الجدران من قصص وحكايات تحت قبة أفندينا، وحكايات وراء الأبواب.